الى استاذنا ومرشدنا الى اين؟ الى استاذنا ومرشدنا ومعلمنا وقائدنا، الى حبيب القلوب، الى سيد الخلق، الى حبيب الحق، الى المصطفى. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 77 بعد 100، انتقل بحضراتكم الان ليكون لنا شرف الاستماع اليوم الى رسول الله. فالى هناك ايها الاخوة الاعزاء، ارى الحبيب محمدا الان جالسا بين اصحابه يحيطون به كما تحيط النجوم بالقمر والجنود بالعلم. انه الان يجلس في مجلس علم، وما اكثر مجالس علمه. انه الان يشخص الداء ويصف الدواء. ماذا يقول لنا اليوم حبيب قلوبنا محمد؟ يقول لنا في حديث جامع مانع. اسمعوه وصلوا على الحبيب. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تبابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله اخوانا. حديث لو لم يقل النبي غير هذا الحديث في اصلاح المجتمع لكفى. اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. اياكم كلمة تحذير من رسول الله. اياكم والظن، يعني احذروا الظن. وما هو الظن الذي حذرنا منه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الظن الذي حذرنا منه هو ان نظن باهل الخير سوءا. اذا ظننت باهل الخير سوءا فقد ارتكبت كبيرة نهى الله عنها ونهى الحبيب محمد عنها. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم. اذا ظننت باهل الخير سوءا واخذت تؤلف على الناس المساوئ وتلتمس للابرياء العيوب، فقد وقعت فيما حرم منه الله ورسوله. واسمع معي الى ما قاله سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: ثلاثة لا يسلم منها احد: الظن والطيرة والحسد. فاذا ظن احدكم فلا يحقق، واذا تطاير فلا يرجع، واذا حسد فلا يبغي.
تعالوا لنسلط الأضواء على هذا النص النبوي الشريف. الحبيب يخبرنا بما يدور في نفوسنا وفي طيات قلوبنا، فيقول وهو الطبيب العليم بما يقول: ثلاثة لا يسلم منها احد. اولها الظن، فالناس دائما يظن بعضهم في بعض، لا يلتمسون الاعذار لغيرهم بقدر ما يقيمون عليهم ادلة الاتهام. الناس دائما ينظر بعضهم الى بعض نظرة الظن. والمعارف تنقسم الى اربعة اقسام: علم وظن وشك ووهم. اما العلم فهو ادراك اليقين الجازم، واما الظن فهو ادراك الطرف الراجح، واما الشك فهو تساوي الطرفين، واما الوهم فهو ادراك الطرف المرجوح. فماذا يريد ان يقول لنا حبيبنا؟ يقول لنا: اذا تسرب الظن الى قلب احدكم فلا يحقق. يعني اذا رأيت انسانا يصادق انسانا، فاذا ما دخل الظن قلبك وقال لك انهما يتعاونان على معصية الله او على تهريب المخدرات او على ارتكاب المخالفات، فعليك ان تستعيذ بالله من شر هذا الظن ولا تحقق هذا الظن، فانك اذا حققته فقد وقعت فيما حذر منه الحبيب المصطفى. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد الظن؟ الطيرة. وما هي الطيرة؟ الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم كما قال الحبيب محمد: الطيرة شرك بالله. الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم شرك بالله. اذا رأيت انسانا وانت متوجه الى عملك، وانت اذا رأيته تشاءمت من صباحه، اذا تسرب الشؤم الى نفسك فاعلم انك قد اشركت بالله، وعليك ان تجدد ايمانك. لماذا؟ لان الله يقول: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذا جاءك ضيف وقدمت له شيئا من الواجب فانكسر الاناء وانت تقدم له هذا الواجب، فلا تقل ان دخوله علينا دخول سوء، لا تقل ان وجوده بيننا شر. اذا تشاءمت من احد فاعلم ان قلبك قد غزاه الشرك. اذا دخل عليك انسان وعندما رفعت قدماه ارض بيتك انطفى المصباح فجأة، فلا تقل انه انطفى لاجل وجه فلان، لان الله يقول: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وبعد ذلك قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. ان اطفاء المصباح ليس شرا، بل قد يكون فيه خير كثير. قد يكون هناك انسان دب النساء بينه وبين زوجته وحاول ان يضربها او يطلقها، فلما اطفئ المصباح جلس وهجع واطفئت نار غيظه. لقد اطفئ المصباح والرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه، فقال الحبيب لهم انا لله وانا اليه راجعون. قالوا او مصيبة تلك يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى ما اطفئ المصباح بين قوم الا غفر الله لهم. المؤمن لا يعرف التشاؤم ابدا، لان المؤمن شديد اليقين بان كل شيء خلقه الله بقدر. وكم من اناس ملأ الشؤم عليهم حياتهم، كم من اناس بنوا الاقدار والقضاء على ما يبنونه على رؤيا الناس. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويكره التشاؤم. كان يتفاءل باسم الحسن، ولذلك قال الحبيب المصطفى حق الولد على والده ان يختار له الاسم الحسن، وان يستنجب امه، وان يحفظه كتاب الله. كان يختار الاسم الحسن ويتفاءل بالثياب البيض ويتفاءل بالرؤيا الحسنة، وكان لا يقبل التشاؤم ابدا، بل قال ان الطيرة شرك، اي ان التشاؤم شرك بالله. وقال اذا تطاير احدكم فلا يرجع. اذا جاءك انسان قبل ان تبيع شيئا وقال لك اعطني هذا الشيء سلفا بعد شهر، فلا تقل له انني لم اصطبح حتى الان، فاذا بعت سلفا فان ذلك تشاؤم. لا تقل له ذلك، لان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال رأيت مكتوبا على ساق العرش ليلة المعراج الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر مثلا. الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر مثلا. اذا اقرضت انسانا مالا او بعت له بالاجل وصبرت عليه، اذا كان الاجل شهرا مثلا فلك بكل يوم يمضي من الشهر حسنة عند الله، لك بكل يوم يمضي حسنة عند الله. فإذا مضت المدة المضروبة بينك وبينه ولم يعد الثمن، كان لك بكل يوم بعد ذلك حسنتان عند الله. واسمع معي، اسمع معي الى ما قاله سيدنا المصطفى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام
يأتي الله برجل يوم القيامة فيقول له يا عبدي اعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فيقول العبد يا ربي كنت ابيع وكنت انصر الموسر واتجاوز عن المعسر. كان يعمل تاجرا اذا جاءه من يشتري وكان قال له اجل الثمن ربما تحتاج اليه. المشتري يريد ان يدفع الثمن عاجلا وهذا التاجر يقول اجله ربما تحتاج اليه. اما ان كان المشتري معسرا فان التاجر يقول له تجاوزت لك عن الثمن ابتغاء مرضات الله. فماذا قال الله لهذا العبد؟ ماذا قال له الله؟ قال له يا عبدي انا احق بذلك منك، خذوه يا ملائكتي الى الجنة. الى الجنة. يا معشر المسلمين، هذا هو خلق الاسلام ومعاملة المسلمين. يقول سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. ولقد سألت عن الامانة، سألت عن الامانة بين الناس فوجدتها قد كفنت. سألت عن الامانة في مجتمع الناس هذا فقالوا لي اعظم الله اجرك في الامانة. سألت اين هي؟ قالوا انها في النزع الاخير. وذهبت لأعودها وهي على فراش الموت ولقنت الشهادة وكنت اظنها ستظل بيننا، ولكنها قالت لي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سألت عن الامانة فقالوا غسلت. سألت عن الامانة فقالوا كفنت. سألت عن الامانة فقالوا انها يصلى عليها. سألت عن الامانة فقالوا انها حملت على اعناق الرجال. سألت عن الامانة فقالوا لقد دفنت. سألت عن الامانة فقالوا انا لله وانا اليه راجعون. وعدت بالذاكرة الى هناك الى هنالك فهناك فرق بين هناك وهنالك وهنا. هنا للمكان القريب وهناك للمكان الوسط وهنالك للمكان البعيد.
فأي الأسماء أختار وأي الظروف أعين؟ رجعت بالذاكرة إلى هنالك وطفت في أحد شوارع الكوفة في بلاد العراق، فرأيت رجلا يسمى ثابت بن إبراهيم يمشي في أحد شوارع الكوفة، فوجد حديقة غناء وقد سقط من أشجارها تفاحة خارج سور الحديقة، فمد الرجل يده إلى التفاحة فأكل نصفها، وبعدما استقرت في معدته تذكر أنه لا يملكها، فكيف أكلها وهو لا يملكها؟ فأمسك عن أكل النصف الباقي وذهب إلى حارس الحديقة وقال له: يا عبد الله، لقد أكلت نصف هذه التفاحة، فهل تسامحني فيما أكلت؟ فقال له حارسها: وكيف أسامح وأنا لا أملك السماحة؟ إن الذي يملك السماحة صاحبها. فقال ثابت: وأين صاحبها؟ قال له: بينك وبينه مسيرة خمسة أميال، مسيرة خمسة أميال. فذهب ثابت إلى صاحبها وطرق عليه بابه. طرق الباب على صاحب الحديقة وخرج صاحب الحديقة، ألقى ثابت عليه السلام فرد السلام. قال ثابت وهو فزع قلق: يا عبد الله، أتدري فيما جئتك؟ قال: لا. قال: جئتك لتسامحني في نصف تفاحة أكلتها، وها هو ذا نصفها الآخر. فقال له صاحب الحديقة: والله لا أسامحك إلا إذا قبلت شرطي هذا. قال له ثابت: وما هذا الشرط يا عبد الله؟ قال له صاحبها: أن تتزوج ابنتي. فقال الرجل: وهل هذا يعتبر شرطا؟ تسامحني وتزوج ابنتك؟ هذا فضل عظيم. فقال له صاحب الحديقة: اذا قبلت زواجها سامحتك. فقال له الرجل: قبلت زواجها. قال له: حتى لا اغشك، فان ابنتي هذه صماء لا تسمع، عمياء لا ترى، بكماء لا تتكلم، كسيحة لا تقوى على القيام. لا اله الا الله. لا اله الا الله. عمياء صماء بكماء قعيدة. فقال له ثابت: قبلت زواجها على بركة الله ورسوله. وما لي لا أتاجر فيها مع الله، ما لي لا أتاجر فيها مع الله. وعقد الزواج
وهو لا يراها، عقد الزواج وهو لا يراها، وقال له ابوها ان شئت جئتنا بعد صلاة العشاء فانني ساعدها لك في حجرتي هذه لتدخل بها. وصلى ثابت العشاء وجاء ليدخل بهذه العمياء البكماء الصماء القعيدة، وكأنه داخل الى معركة حامية الوطيس. فلما دخل عليها حجرتها القى عليها السلام، فانها اذا كانت لا تسمع فان الله يرد عليه بالنيابة عنها. فلما القى عليها السلام ردت عليه السلام وقامت واقفه، وقفت ردت عليه السلام وقامت لتصافحه. فعجب، ما هذا؟ لماذا اخبرني ابوك عنه بما اخبرني؟ لماذا اخبرني عنك بما اخبرني؟ قالت له: وماذا قال ابي؟ قال لها: اخبرني بانك عمياء. قالت: والله ما كذب ابي، انني عمياء لا انظر الى ما يغضب الله. اخبرني انك بكماء. قالت: صدق ابي، والله لا اتكلم بكلمة تغضب الله. اخبرني بانك صماء. قالت له: نعم والله لا اسمع الا ما فيه رضا الله. اخبرني بانك كسيحة مقعدة. قالت: نعم، لانني لا امشي الا الى بيوت الله. الى بيوت الله، لا امشي الى مكان يغضب الله، لا امشي الى مكان فيه غضب الله. يقول الرجل: فنظرت الى وجهها فاذا هو قطعة من القمر. ودخل بها وانجب منها عبدا تقيا نقيا خاشعا لله. اتدرون من هذا العبد؟ اتدرون من هذا الذي رزقه الله منها؟ انه الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت. انه الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رضوان الله. ايها الاخوة الاعزاء، فليت نساءنا عمياوات مثلها، وليت نساءنا صماوات مثلها، وليت نساءنا بكماوات مثلها، وليت نساءنا مقعدات مثلها. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التانيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. ايها السادة الاعزاء، اعوذ بحضراتكم من هنالك حيث مسجد الحبيب الى هناك حيث ثابت للصالح،
وما هنا وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله.